الحقيقة هذه الدورة تأتي ضمن مجموعة من الدورات بإشراف وتمويل مؤسسة الشراكة المتوسطية بتمويل السوق الأوروبية المشتركة وإشراف مقاطعة توسكانا في إيطاليا. والدورة هذه شملت الحقيقة ثلاث محافظات: محافظة أريحة، محافظة نابلس، وإحنا اليوم في محافظة تولكرم. الهدف من هذه الدورة رفع كفاءات العاملين في قطاع السياحة، وجزء من قطاع السياحة هو صناعة الضيافة والمطاعم. فكان الهدف من هذه الدورة إثراء معلومات العاملين في هذا القطاع ورفع مستوى كفاءتهم لنرتقي بهذا القطاع بشكل عام. وإن شاء الله يعني طول كرم لديها البنية التحتية ولديها الإمكانيات لتكون مركز جذب سياحي للسياحة الداخلية كما للسياحة الخارجية أيضا، وحتى تكون جاهزة لاستقبال هذه الوفود السياحية أو على نطاق الأفراد من الفلسطينيين. يجب أن نرفع مستوى خدمات المطاعم بالتحديد، وهذه الدورة جاءت لإنجاز هذا المشروع. تعلمت كيف أني أحافظ على المطعم، أحافظ على الزبون، معاملتي مع الزبون كيف تكون، كيف أقدم للزبون، أحترم الزبون، أعمل يعني كل شيء لأرض الزبون يعني، وأخليه مبسوط ويطلع من عندنا مبسوط. وعن جد يعني شيء حلو، وأنا بتشكر كثير الأستاذ. هذه الدورة هي بدأت مبارح واليوم كمان، وهي تتعلق بالمضيفين، يعني بمعنى آخر كل الذين يعملون في مجال المطاعم والفندقة عن كيفية تقديم الخدمات للرواد والزوار. وهذه بطريقة يعني حقيقة علمية وصرفة، وبطريقة يعني تطور وتؤهل وتطور تأهيل الأخوة الذين يعملون في هذا القطاع. وهذا المشروع ممول من قبل التعاون الإيطالي، وهو أيضا المشروع الذي يمول التعاون الإيطالي، وهو الذي يمول مشروع البلدية القديمة، وبالتالي هذا يقع على هامش التطوير التعليمي والتدريبي الذي يتعلق بمشروع إعادة تأهيل وترتيب وتطوير مركز البلدية القديم، والذي سوف يصبح عبارة عن فندق ومطعم أيضا في فترة لاحقة إن شاء الله.